السلام عليكم، مرحبا بكم اليوم في قناة أم أمين. فيديو جديد إن شاء الله، نتمنى تكونوا في أحسن الأحوال. اليوم غدا نقدم لكم وصفة جديدة إن شاء الله. نحتاجو فروج، توابل، كاين الخرقوم، الكمون، الإبزار، السمن بحار، شوية الملحة، شوية الهريسة. هنا عندنا الشعرية الصينية، الزيتون مقطع، شوية الحامض للتنسيم، هنا الربيع مقطع، شوية ديال الكبدة مسلوقة ومقطعة على هذا الشكل. ندوزو لطريقة التحضير. هنا كما كتشوفو غنسمو الفروج ديالنا هو الأول. ناخدو نصف المقادير ديال العطرية ونحاولو نسمو بها الفروج ديالنا. السمن، الخرقوم، الابزار، شوية الهريسة. نحاولو ندهنو الفروج ديالنا كامل على هاد الشكل باش يتنسم. بالنسبة للعمارة غادي ناخدو الشعرية ديال الروز ونخلطوه مع جميع التوابل اللي باقي لينا، والزيتون غادي ناخذ الشعرية ديالنا على هذا الشكل، نضيفوا لها التوابل اللي كانوا عندنا باقيين، كمون، شوية البزار، هنا السمن حار ديالنا، شوية الملحة، شوية ديال الهريسة، هنا نضيف الزيتون، الربيع، نحاولو نخلطوه مزيان باش نعبرو بيهم الفروج ديالنا. خلطوا دوك التوابل باش ما يبقاوش لينا غير في جهه وحده. حاولوا تبان لينا الشعريه ديالنا راه انسجمت مع التوابل، والمكونات الاخرى. هنا نضيفوا شويه ديال الحامض مصير على هذا الشكل. اللي كيعجبو اللي ما يعجبوش يقدر ما يديروش، حنا كنسم به كيجي المذاق ديالو لذيذ. غادي الفروج ديالنا نحاولو نعمروه على هذا الشكل. نبقاو نزيدو في المقادير ديالنا بشويه بشويه حتى نعمروه مزيان.
بهذا الشكل. حاولوا نعمروا المكونات ديالنا على هذا الشكل كاملين. كما كتشوفوا بعد ما عمرنا الفروج ديالنا نحاولوا نسدوه على هذا الشكل. هو سديناه. دابا غادي ندوزو طريقه الطهي. بالنسبه ليا انا ملي كنبغي نبخرو راه كنفرش ليه شويه ديال البصله على هذا الشكل، كتنسمو كتجي حتى هي معاه مزيانه في الطبخار. تقريبا جوج بصلات كبار، او هادو راه غير عندي انا غير رقاق خضاريه راني تندير منها اربعه صغار على هاد الشكل. بعد ما فرشنا ليه البصله على هذا الشكل غادي نحط نوضعوا الفروج ديالنا هكا على صدره. غادي نغلقوا عليه نديروه يتبخر. دابا غنحطوه يتبخر، من بعد نتلاقاو في المرحله الثالثه ان شاء الله. هنا الفروج ديالنا بعد ما تبخر حنا دابا غادي ندهنوه بشويه ديال السمن والهريسة على هذا الشكل، وغادي نخشيو في الفران واحد المدة ديال 10 دقائق ونجبدو، لأن هو ديالنا راه واجد. كما كتشوفو رافقناه بشوية ديال البطاطا بخرة، مني بخرنا الدجاج بخرنا معاه شوية ديال البطاطا. غنخشيو الفران لمدة 10 دقائق ونتلاقاو في الشكل النهائي إن شاء الله. هنا بعد ما جبدنا الفروج ديالنا هذا هو الشكل النهائي خوتي. نتمنى من الله تجربوه في دياركم ويعجبكم. تعاونونا باللايكات ولابوني إلى فيديو آخر جديد إن شاء الله مع قناة أم أمين.